بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يا خامس سوف نبدأ في وحدة جديدة، وهي الوحدة الأخيرة نحو بيئة آمنة، وسوف نقوم في البداية في نص الاستماع، استمع إلى النص جيدا ثم بعدها تجيب عن الأسئلة التالية. المها، هل تعرفون من أنا؟ أنا من عائلة المها، سأحكي لكم حكايتي. لي إخوة طيبون، كنا نعيش معا في البر، نأكل العشب ونشرب من ماء النبع. الناس يصفونني بالجمال الفتيان، فلي عينان سوداوان وواسعتان، وقرنان طويلان قويتان كأنهما سيفان. عندما كنت صغيرة كأن لوني مثل لون الرمل حين يزحف عليه الظل، وكلما كبرت تغير لون جسمي فيصير أبيض، أما قوائمي فكان لونها يتحول إلى الأسود. كنا نعيش في محبة ووئام، وكانت غزلان الريم وطيور النعام ترعى العشب معنا. كنا نتمكن من الإفلات من الذئاب والضباع، ولكن للأسف لا نفلت من بندقية الصياد التي لم ترحمنا، فتناقص عددنا. وها هنا أنا وأختي أصبحنا نعيش اليوم في هذه المحمية المسيجة، نفتقد الحرية ولكن نشعر بالأمان. يا أصدقائي، رجاء لا تقتلوا طائرا ولا حيوانا بريا، ولا تقطعوا شجرة أو تقطفوا زهرة برية، فالأرض جميلة بمائها وهوائها وأشجارها وحيواناتها البرية. وفقكم الله يا خامس، نلتقي في حصة قادمة في شرح الدرس انقذوا الكون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.